واليوم عصوم لكم السمن اللي ساهل وكيوجد فيه ساهل. عندي هنا نص كيلو ديال الزبده حيوانيه اللي خدتها من ليدل، وهنا اطرو ديال الماء تقريبا مع جوج معالق كبار ديال الزعتر، وغادي نضيف ليه كميه من الملحه. غادي اين فوا يغلى غنخليه حتى يبرد، هذا حتى الاخر، هذا غنضيف في الاخر ملي غنغسل الزبده مزيان بالماء 3 مرات بالماء بارد، وهذا ملي غادي يغلى ونخليه حتى كيبرد عاد كنضيف في الاخر. متواتشوا معايا المراحل كامله ايطاب باغ ايطاب. نتوما عندكم الملحه الحيه مزيانه، ما عندكمش ديروا الملحه العاديه، انا غندير الملحه ديال الهيمالايا، غندير واحد جوج معالق كبار وندير غلا. كما كتشوفوا هنا ها هي درتها نص كيلو، وغندير 3 ديال الماء، غادي نغسلها مزيان حتى نحيدو داك الحليب اللي تيكون فيها شي 3 مرات هكذا، كثير ما يبقاش في الحليب نهائيا، كتصفى هذا الماء ما كيبقاش يعني يبان فيه الحليب، كيولي صافي بحال الماء عادي. ومن بعد انت غتشوف معايا المرحله المواليه ان شاء الله. صافي كنبقى بحال هكا نغسلو في الماء. ديجا انا خرجت من الثلاجه بارح في الليل، خاصها تكون خارجه ما تكونش في الثلاجه، كنغسل فيها تنحيد داك الحليب ونعاود المره الثانيه والمره الثالثه، ما تبقاش في الحليب نهائيا حتى هو اللي كيخص السمن باش ما كيصدقش لينا. البنات ها انتما شفتو، واخا هكا ما فيهاش حليب بزاف، هادي شفتو دابا هادي الاولى، انا غنحيد الماء ونعاود نزلافه اخرى. هادي اول مره نستعملها، كنت كندير ديال المغرب، ولكن دي وحده كتباع فيها نص كيلو، سبحان الله ما فيهاش حليب بزاف. ما غنعاود نغسلها مرة تانية ونشوف، هانتوما هاكا راه ماشي بزاف، هي شوية تا مكيبقاش الحليب تماما. عاد كنوض الساعات كنخو عليها هداك الزعتر بالملحة بارد ونخليو فيها يبات، ولا هديك 8 السوايع هاكا كنسوي الصباح في الليل، من 8 السوايع لعشرة من 8 السوايع من 10 الليل هاكا كتقدرو صافي تصفي ودو لي زعتر هداك الزعفران. حيت الماء خليته حتى حيت الماء الزبده، وخليت داك الماء ديال الزعتر حتى برد. ها هو كندير له السكر نصفي، صافي غنخليه دابا يبقى يبرد فيه حتى الصباح، عاد نولي نصفيه وندير في قرعه معقمه. القرعه غادي نديرها في تغلى في الماء طايب والخل والملحه، ولا غير الخل بوحديتو. هنا راه كاين الملحه كما قلت لكم، واخا ديروا بزاف ما تخافوش منه. الا في الصباح غادي نصفيه وغادي نصفيه مزيان من الماء ونولي نضيف ليها زعفران حار. بات ليله كامله، دابا انا غادي نصفي من هذا الماء ديال الزعتر والملحه، ومن بعد غندير ليه شويه ديال الزعفران. الا تصفيتها دابا غندير لها زعفران حار، صافي نحرو خي كنت مغيه 7 الشعيرات ماشي بالضبط كاع هاد الكمية، كتصهدو واحد شوية عاد كضيفو هنايا. صافي غندخلو فيه من بعد غنديرو في القرعة، ندخلو فيه مزيان وغنديرو في القرعة ديالو، القرعة ديجا معقمة. صافي دابا غادي نبدا نهز بحال هكا، ندير هكا نحاول نعمر دوك الفراغات، نجيب واحد المعلقه ديال عندي ديجا عندي السمن ديال العام، غادي نجيب ندير واحد المعلقه هنا باش سيمانه كاع يوجد ليها. اللي عندكم السمن في الدار تقدر تضيفوا معلقه سيمانه كيوجد ليكم. نفس نضيف من غير هكا بحال هكذا، ندير هنا صافي ونكمل. حاول الفراغات ما يوقعوش. هاي ستي دابا غنغلفها بشي حاجه يعني شي توب ما كيبينش، ونديرها في بلاصه مظلمه، وديك الساعه من هنا واحد شويه من السيمانه نشوف حدا جا فيه السمن. ديجا عندي في الدار 6 معالق